مشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهارده في فيديو جديد معايا عن توقعات الابراج. انا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا. توقعات برج السرطان ليوم السبت 5 مارس/اذار 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا سرطان، لو كنت حابب وبترغب في انك تنجح اكتر في اليوم ده وفي انك تحقق حاجة ليها قيمة كبيرة عندك في اليوم ده، الوقت هيكون مناسب لو حبيت انك تعمل كده او حتى تتحالف مع الاشخاص اللي حواليك علشان تنفذ ده. هتكون اقوى زيادة عن اللزوم واقرب مع اصدقائك النهاردة ومع كل زملائك في الشغل، فاستغل العلاقات الحلوة دي النهاردة استفاد منها. ما تدعش الفرصة النهاردة تفوتك، فلازم عليك انك تنتفع منها انتفاع كلي من الفرصة دي وتبذل مجهود اكتر من المعتاد. بالنسبة ليكم من المحتمل انك حتى تنقلب شوية الامور عليك اللي انت مش هتكون حاسمها بعد، لكن هتتواجد النهاردة فرصة حلوة وسانحة جدا قدامك. الفرصة دي والظروف هتبقى مبشرة بشكل كبير، حتى لو كانت الظروف دي متاحة امامك في الوقت ده بس. بالنسبة ليك النهاردة عاطفيا، اليوم ده هيكون بتكون فيه قدراتك كبيرة على انك تتقدم وتقدم تضحيات كبيرة جدا للشخص اللي انت بتحبه ولكل الاشخاص اللي هم يعتبروا قريبين منك لحد ما. ممكن تكون التضحيات دي منك مفيدة، ممكن تمكنك من انك تكون روابط عاطفية طويلة المدى بسبب تضحياتك دي. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة، هيكون اليوم ده في عندك قدرة كبيرة جدا انك تحصل على التحمل اللي انت بتحتاجه، وهيكون في قوة كبيرة علشان تبذل جهد اكتر من المعتاد في اليوم ده، وهتجعل افعالك هتكون فيها اكتر امانة من المتوقع. بالنسبة ليك ماليا النهاردة، انت بالتأكيد مش هتكون في الحالة المزاجية المناسبة علشان تنظر اكتر في مواردك المالية اللي انت بتحتاجها في اليوم ده، فبحذرك من كل المشتتات اللي ممكن تحصل عليها في اليوم ده اللي ممكن تخليك مشتت اكتر وتكون ليها عواقب وخيمة اكتر من المعتاد، فخليك حذر اكتر علشان تعرف تتخطى الموضوع ده. بالنسبة لتوقعات العشرية الاولى، مواليد 21 يونيو لواحد يوليو، هيكون اليوم ده متوتر جدا جدا وعصبي زيادة عن اللزوم. ما تسمحش لنفسك بانك تنحرف اكتر عن مسارك. السلوك النهاردة هيكون قاسي جدا واناني جدا لكل الاشخاص اللي حواليك، عشان كده بنصحك انك تحتمي خلف اختياراتك، واختياراتك تكون قوية جدا اقوى من المعتاد. ما تقلقش كتير بشأن الاضطرابات اللي ممكن تتعرض ليها في اليوم ده، وخاصة للاضطرابات اللي تكون حواليك. بالنسبة لتوقعات العشرية التانية، مواليد 2 يوليو ل 12 يوليو، ممكن النهاردة تبتعد عن كل الأشياء اللي انت بتستخدمها بنهجك الجميعي لأنفسكم النهاردة، ولو قررت كتير تطلعاتك بتاعتك اللي انت بتطلع ليها من غير ما تقلق، هيكون بشأن كل الأصوات اللي ممكن تبقى مرتفعة لحد ما، أو حتى الكآبة من حواليك ممكن تشعر فيها بتعب لحد كبير من المشاعر اللي ممكن تبقى متزايدة عندك. بالنسبة لتوقعات العشرية التالتة، مواليد 13 يوليو ل 22 يوليو، هتستفيد النهاردة من أقصى استفادة ممكنة من حدك من الطاقة المميزة والمحيطة باليوم ده بنفسك، لكنك ممكن ما تكونش حابب انك تدفع بعد كده من الصداع اللي انت بتمر بيه والنزعات اللي هتظهر في طريقك في اليوم ده، فبنصحك انك تركز اكتر على ما عليك انك تقوم بيه في اليوم، وهيكون ده هو السبيل علشان توضع التوتر العصبي على افضل وجه ممكن وتحاول انك تتحاشى. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، هتشكل الشمس اقترانها السنوي مع كوكب المشتري في اليوم ده، وهيكون اليوم ده عالمي جدا مع الاشارة لبرج الحوت فيه، وممكن اننا نكون بندرك بشكل خاص رغباتنا في اننا ننمو ونتحسن اكتر ونتوسع في اليوم ده. الوقت مناسب لو حبينا نستكشف شعور جديد لينا، والشعور ده هيكون متجدد جدا بالبهجة والايمان والتفاؤل اللي بيحيط بينا. ممكن اننا نكون فينا اكتر تحفيز للعطاء واكتر من الاستسلام، هيكون التأثير ده بيزيد من الكرم عندنا والتفاؤل اللي ممكن نكون بنشعر بيه في اليوم ده. مع العبور الممتاز ده هتزداد حيويتنا اكتر، وهنتبنى ثقتنا بشكل كويس، وهنقدر نزاهاتنا اللي ممكن نكون بنحظى بيها، وحتى الصبر والتفكير والحكمة هيكونوا مناسبين جدا، وخاصة في اننا ممكن اننا نكون بتدور عن مزيد من الاعترافات ومزيد من الاحترام اللي هيكون بنحظى بيه. التأثير النهاردة بيدعم المساعي القانونية
الاجتماعيه اكتر والتعليميه وحتى الدينيه وحتى الماليه والثقافيه هتكون معقوله لحد ما. في الوقت ده هتجتذب الحظ خبرات كبيره جدا في الحياه الثريه لليوم ده من خلال اننا نتعاطف بشكل اكتر ونحسن ونودع الاشخاص اللي حوالينا. بيقعد القمر يومه في برج الحمل المباشر والعفوي لليوم ده، وبنطلع للامام اكتر وهنشعر بايجابيه اكتر وثقه لكوكب الزهره والمريخ وارتباطهم على وشك انهم يغادروا الجدي ويدخلوا برج الدلو، وهيحدث في وقت مبكر الموضوع ده وهيخليهم بيتجهوا لمحاذاه جديده. على النحو ده لازم اننا نراقب الجزء الثاني من قراراتنا في اليوم ده، وانه من غير شك في وقت ابداعي وديناميكي هيكون مثير اكتر واندفاعي اكتر. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.